أولا بسم الله الرحمن الرحيم، هشام الحاج رئيس جمعية المسيرة الرياضية المغربية لتنمية والتضامن بتيفلت. فغنقوم إن شاء الله بإحياء الذكرى مسيرة خضراء مظفرة إن شاء الله انطلاقا من مدينة تيفلت وصولا إلى مدينة العيون المغربية إن شاء الله للمرة الثالثة على التوالي. فكنشكر كل من ساهم في إنجاح هذا العرس التواصلي اللي قمنا به ان شاء الله بدار الشباب السعودي اليوز. فوضحنا بعض المشاكل ان شاء الله، لكن اللي بعد باش نتفادوا بعض المشاكل وضحنا بعض الامور اللي ان شاء الله تسير بينا القدام ان شاء الله في المسيره ان شاء الله. البرنامج ان شاء الله فهو بغينا نخلدوا الذكرى ديال المسيره الخضراء، ربط الجسور ما بين المغاربه ما بين اخواننا في مدينه العيون المغربيه، ونحيوا الذكرى ديال المسيره الخضراء اللي عاشوها الاجداد ديالنا ان شاء الله احنا غنعيشوها مع سكان مدينه تيفلت ومع الشعب المغربي ماشيين على الاقدام ان شاء الله انطلاقا من ساحه المغرب العربي وصولا الى مدينه العيون المغربيه بساحه مشوار ان شاء الله. انطلاقا ان شاء الله تكون نهار 6 في شهر 10 وصولا وقت الوصول ان شاء الله يكون نهار 6 نوفمبر ان شاء الله باش نخلدوا الذكرى ديال المسيره الخضراء ان شاء الله ذاك النهار نيت في مدينه العيون ان شاء الله. كان وعد رئيس مجلس البلدي وعدنا ان شاء الله بالحضور ويدعمنا ان شاء الله، فما كانش يدعم من طرف شي مسؤول اخر. فسيد رئيس مجلس البلدي السي عبد الصمد عرشان استقبلنا البارحه بالمكتب ديالو ووعدنا ان شاء الله بالحضور وبالدعم ان شاء الله. فكنتمنى ان شاء الله يتحقق هذا ان شاء الله يتحقق المبتغى ديالنا باش ان شاء الله نمثلوا مدينه تيفلت احسن تمثيل ان شاء الله داخل الوطن ان شاء الله. وشكرا.